بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم، هو عن الإزاتين. الإزاتين derivative senses. أول حاجة هنتكلم هي عن الإزاتين بوجه عام، شوية خصائص عن الإزاتين زي ايه؟ زي الإيوباكنين بتاعه واحد، واللي هو 1H أنيدول 2 و3 ديون، وزي إن الكريستال بتاعته بتبقى لونها أورانج ريد، وبيحصلها كريستاليزيشن من المية والألكحول والأسيتيك أسيد. دلوقتي هنتكلم عن الإزاتين ديريفاتيف سينسز. عندي كذا نوع من الإزاتين ديريفاتيف، وده بيعتمد على السبستيتوانت اللي عندي واللي هستخدمه في الموجود في الإزاتين ديريفاتيف ومكان السبستيتوانت اللي عندي. اول نوع عندي هو الان سبستيتيوتد إزاتين ديريفاتيف، بيكون السبستيتوانت اللي عندي موجود على ذرة النيتروجين. وعندي كذا طريقة ان اقدر بحضر من خلالها الان سبستيتيوتد إزاتين ديريفاتيف. الطريقة الاولى وان هي انا هحضر الالكايل وارايل ان الكايليتد وارايليتد ازيتين ديريفاتيف، ويكون السبستيتوت الموجود عندي على ذره النيتروجين هو عباره عن الكايل او ارايل، ودي بيبقى موجود عندي في وجود الدمسو في وجود الايودين عند درجه حراره 95 درجه مئويه عن طريق حاجه اسمها سي اتش بوندنج اكتيفيشن and subsequent internal cyclization. وهنا بستخدم 2 امينو اسيتوفينوم في المثال ده عشان احصل على الازيتين ديريفاتيف. الطريقه الثانيه وهي ان انا احصل على الكايليتد سبستيتوتد ازيتين ديريفاتيف من خلال فوتو كاتاليتيك ايروبيك اكسيديشن للانيدول، وبستخدم بيكون عندي الاكسجين بستخدمه كاكسيدان في وجود الفوتوسنسيتايزر في وجود الدايسيانوبيرازين ديريفاتيف. اما الطريقه الثالثه وهي ان انا احصل على ان الكايليتد ازيتين ديريفاتيف برضو زيها، بس هستخدم 2 امينو فينايل سيترين و2 امينو فينايل اسيتيلين و2 امينو بيتا كيتو استر، والتفاعل ده بيحصل في وجود الايودين في وجود الدمسو في اوبن اير عند درجه حراره 100 درجه مئويه. دلوقتي هنتكلم عن النوع الثاني من الازيتين ديريفاتيف وهو سي 2 سبستيتوتد ازيتين ديريفاتيف، بيكون السبستيتوانت عندي موجود على ذره رقم 2 زي الكربون رقم 2 ومثال على النوع من على الازيتين ديريفاتيف النوع ده هو 2 هيدروكسي 2 سبستيتوتد انيدول 3 اونز، وده انا بحصل عليه من خلال الاوكسيديتيف سايكلايزيشن ل 2 امينو فينايل 1 و3 داي اون عن طريق استخدام السيريك امونيوم نيتريت والتيمبو كاوكسيدانت. والمثال الثاني بيشمل سينسز اوف سودو اندوكسايد في عن طريق الانترامولكيولار اوكسجينيشن اوف الكاينز ان بريزنس اوف الكبر اند البرون. وبيتميز النوع ده من الازيتين ديريفاتيف ان هو يحتوي على كواترنري ستيريو سنتر، بمعنى ان ذره الكربون رقم 2 الموجوده عليها السبستيتوانت اللي عندي ذرة ستيريو سنتر، ودي من اهم مميزات الكلاس دي من الازيتين ديريفاتيف. ودي والنوع الثالث من الازيتين من السبستيتوتد ازيتين ديريفاتيف وهي سي 3 سبستيتوتد ازيتين ديريفاتيف، والسكيما دي بتوضح لي السنسز بتاع الانانشومر اي من الاكزو انيدوليدين اسيتيت عن طريق البلاديوم كاتاليزد هيك اند الكو اوكسي كربولاينيشن رياكشن. بتتميز الطريقه دي بان انا اقدر احضر السيمي السايوسيمي كربازون والاوكسي انيدولز والدريفاتيف بتاعتهم، وهنا هصنع اف ليبلد سي 3 سبستيتوتد سايوسيمي كربازون ديريفاتيف اوف ازيتين. ده برده مثال تاني عن السي 3 سبستيتوتد ازيتين ديريفاتيف. اما عندي نوع تاني مهم من انواع الازيتين ديريفاتيف وهو سبايرو ديريفاتيف. اما السكيما دي فبتوضح لي السينثيس بتاع سبايرو كومباوند ناتج عن تفاعل الامينو اسيد مع الازيتين ومع بيوتا 2 دايين بيوتا 2 اين داي ويت في وجود المايكروويف ريديشن في اكواس ميديا. بتتميز الطريقه دي بان هي بالسمبلستي والافشنسي والشورت تايم والشورت رياكشن تايم والانفايرومنتالي فريندلي كونديشن والاكسلنت هيلث.
اما المثال ده اما الطريق اما السكيما دي فبتوضح لي السينسز بتاع السبايرو السبايرو اوكسي انيدول ايزو اوكسازوليدين عن طريق واحد وثلاثة داي بولار سايكلو اديشن للكيتو نايترو الايزيتين كيتو نايترون مع الملي امايد دريفاتيف. بيقول لي ان سبستيتيوت مالي امايد بيتحضر من بيقول لي ان السبستيتيوتد بتاع الملي امايد بيتحضر من تفاعل الماليك انهيدرايد مع الايزيت مع الانيلين بينما الايزيتين كيتو نيترون بيتحضر من الايزيتين مع تفاعل الايزيتين مع الانيلين مع الفينايل هيدروكسيلامين. اما النوع ده هو بيشمل اخر نوع من الايزيتين دريفاتيف هو البرومو دريفاتيف. والبرومو دريفاتيف ده من اهم برومو ايزيتين دريفاتيف من اهم الايزيتين دريفاتيف الموجوده عندي لان البرومو سبستيتيوتد ايزيتين لي انتي كانسر اكتيفيتي اجينست الهيومن ليمفوما سيل عشان كده بيهتموا بتحضيره في المعامل كتير. بيتميز بانه بيقدر يتحضر في طريقه في صوره مونو وداي وترايس برومو سبستيتيوتد. والطريقة دي بتوضح لي تكون 5 و7 داي برومو ايزيتين دريفاتيف في من الايزيتين في وجود البروم في وجود الايسايل الكحول عند درجة حرارة من 70 لـ 75 درجة مئوية. كده انتهى البرزنتيشن بتاعنا، اتمنى ينال اعجابكم.